اهلا بيكم في قناتي دي دومريس. النهارده عندنا بلوزه اوف شولدر او صدر فستان اوف شولدر. طبعا ده بنتحكم فيه في ايدينا، مثلا هنعمله البنوته صغيره، مثلا دوران الصدر بتاعها مثلا هنقول 30. هنبتدي نعمل البطرون بتاعنا على ورقه الاول عشان اوريكي ايه اللي ممكن يتعمل او ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها. هنعمل ايه؟ انا عندي مثلا هنا دوران الصدر ال 15 كده، ممكن على فكره يكون فستان صك واصل للنهايه بنفس الطول كده، ده الدوران اللي انا هشتغل عليه. تمام، ادي هنا مثلا عندي هنزل 2 سنتي كده للرقبه، وهدخل هعمل البطرون العادي اللي هو 6 سنتي كده بالنسبه لان هي بنوته صغننه كده. والكتف عندي هيبقى عندي ده العرض الكتف 24، يعني هيبقى لحد ال 12 هنا كده كده، وبنزل 10 سنتي بتاعه الكتف كده كده، وباخد الدوران بتاع ده. البطرون العادي خالص لاي حاجه انا بعملها، ما فيهوش اي حاجه. طيب انا عايزه اعمل بلوزه الاوف شولدر بتاعتي، هعملها ازاي؟ بمنتهى البساطة انا هقص كده عادي، اهو ده البطرون بتاعي، ده البطرون بتاعي بتاع البلوزة او الفستان او صدر الفستان حسب ما انت عايزة الحاجة اللي انت عايزة. تمام، انا الطول بتاعي هاخده وهقص الباقي او هكمل على البطرون. طيب نخلي بالنا الاوف شولدر عندي بياخد الجزء ده وبيخلي كده حوالي 5 سنتي لحردة الباط، من حردة الباط. تمام، بيشيل كام؟ بنشيل كام منها؟ بنشيل حوالي 9 سنتي، عندي 9 سنتي كده وبنشيل. طبعا ده بيتراوح من سن لسن، لو هي صغيرة بنشيل المسافة دي كلها اللي هي 9 سنتي، لو هي كبيرة هناخد من اول الكتف، يعني نتخيل كده وهنقيس من اول الكتف من هنا، هنشوف احنا عايزين بداية الصدر في الاوف شولدر واصل لايه، فاهميني؟ بداية ده بيتشال، ده البطرون بتاعي الاساسي اللي هو هنشتغل عليه للقص عندي اهو كده. بثبت البطرون بتاعي كده ما فيهوش اي حاجه، وببتدي اقص بس. ادي كل الحدوته بتاعه الاوف شولدر، بساوي الجزء ده، ببتدي اعمل ايه، بدور دي كويس كده اهو، ده الصدر عندي، وببتدي اعمل كورنيش بالعرض اللي انت عايزاه، سواء واحد او اتنين. يعني لو انت عايزة اتنين على بعض، انا طبعا هنا بعمل ماكيت لموديل. تمام، لو انا عايزة اتنين على بعض بعمل اتنين على بعض، يعني بقص الكورنيشين كده على بعض، فهمنا؟ لو انا عايزة واحد بعمل واحد، لو انا عايزة تلاتة بعمل تلاتة، حسب اللي انت عايزاه وحسب الموديل اللي انت عايزاه اهو. لو انا عايز اعمل ثلاثة هعمل كده ثلاثة، ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة. تمام، انا دلوقتي هعمل واحد هوريهولك وانت هتطبقي عليه اي عدد انت عايزاه من الكرانيش اللي هي بتاعة الاوف شولدر. بنعمل شريط مستطيل بالحجم اللي احنا عايزينه، هنا مثلا هنعمله في حدود العشرة سنتي بتاعتنا. طيب عايزة ابتدي اعمل البلوزة بمنتهى البساطة، هبتدي اعمل ايه؟ اول حاجة هقفل البلوزة بتاعتي، هقفل البلوزة بتاعتي كده، واقفل الناحية التانية
كده قفلنا الناحيتين. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد الدوران بتاع الباط ده اخده تانية كده كده، وابتدي اعمل الناحية التانية. مفيش اسهل من كده، يعني لو انت بتتعلمي الف ب خياطة هتعمليها، مفيش اي حاجة اهي كده. حتى لو بالابرة، لو انت عايز تعملي الموديل ده بالابرة والفتلة بالخياطة العادية هتعمليه، مفيش اي حاجة صعبة اهو كده. كده انا تنيت الناحيتين اهو، ادي الباط بتاعي من هنا ومن هنا دوران الباط. طب هبتدي اعمل ايه؟ همسك الكورنيش بتاعي واقفله، طبعا انا ملحقتش اجيب قماش عشان افصله موديل حقيقي للطفلة حقيقية، ولكن حد من حبايبي لما طلبه كان لازم انفذه، وانا وعدتها ان انا بكرة الفيديو هيكون عندها بطريقة الشرح، فانا نفذته ببواقي قماش عندي بس عشان انت تعرفي وتشوفي الطريقة. هبتدي اقسم الكورنيش اللي عندي ده، هقسمه كده على أربعة وأعمل العلامات بتاعتي، وهنا هعمل العلامات بتاعتي. فاكرين كل ربع بنعمل ايه؟ هبتدي هقسم دي نصين، هقسم دي نصين، وادي النص بتاعي هنا كده، واحط الكورنيش عليه. طبعا هنعدي بده كله اوفر عشان خاطر يركب على نضيف، تمام. هعمل كده، بركب العدلة بتاعت البلوزة بتاعتي او الصدر بتاعي مع العدلة بتاعت الكورنيش اهو، وبمسك هنا بدبوس كده، تمام. ادي الربع الثاني المفروض يكون هنا على البط، وادي الربع الثالث همسكه من قدام، هقسم كده نصين، وادي هنا كده. همسكه برضو بدبوس، تمام. انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان يبقى فيه كشكشة هنا كده، هاخدها على المكنة على الواسع، او هوريكم تاخديها بالابرة ازاي. بلاش من المكنة اهو، هعملها بالابرة بمنتهى البساطة عشان خاطر تبقى الحكاية سهلة عليكي اهو. هعمل كده اهو، خلي بالنا ده العلامة بتاعت النص اللي هي المفروض دي تبقى فوق عند الكتف، نص البلوزة اللي قدام. هبتدي اسيب الخيط ده خالص اللي انا هظبط بيه كده، هسيب الخيط ده خالص هنا كده واربطه عشان لما ابتدي اكشكش ابقى انا عارفة اخره ايه.
وابتدي اخد الناحية التانية. نعدل كده البلوزة بتاعتنا اهي. انا مسكت الكورنيش بتاعي في الصدر اللي هو بتاع الاوف شولدر او الصدر بتاع البلوزة. هنا الكورنيش راكب بالمقلوب زي ما قلنا عشان خاطر لما يتعدل من جوه هيبقى معدول. هاخده بالمكنة كده ونبتدي نشوف هنعمل ايه. خلي بالي ان انا ماسكه بدبابيس اشيلها كده. كده وصلت لنهايه الصدر بتاع الاوف شولدر. برضو همشي على الجزء اللي هو فيه كشكشة الكتف عشان اثبته عشان لما يركب له الاستيك يبقى كمان هو مظبوط اهو. داير الكورنيش مع الجزء اللي هو بتاع الصدر اللي هو الاوف شولدر اهو كده. طبعا احنا شايفينه واسع عندنا بس احنا لسه عندنا الاستيك لما هيركب هيلم كل ده تمام. هنا احنا قلنا ممكن يبقوا كورنيشين ممكن يبقوا ثلاثة حسب اللي انت عايزاه. هنبتدي نركب الاستيك ونشوف كده اهو. الاستيك هيركب على الكورنيش وهو مقلوب زي ما احنا شغالين بالظبط اهو. مفيش اي حاجه صعبه، لو في اي حاجه صعبه اكتبي لي في كومنت وانا هعيد مره تاني. داير ما يدور وهوريك ازاي هنرده عشان يدينا الشكل النظيف. داير ما يدور الاستيك كده. وصلنا لحد الاخر. كده ركبنا الاستيك بتاعنا. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نعدل البلوزه بتاعتنا اهي. هنعدل كده كده وهنرد الاستيك ده من بره كده.
كده وهنرد من بره الاستيك بتاعنا. ابتدي اشد كده، كمان الجزء هنا اللي في الكتف اتني كده. احنا قلنا لما هنعمل كل ده اوفر هيبقى التانية دي نضيفها من جوه كده. انا برد الكورنيش على بره، ما فيهوش اي حاجة صعبة اهو. وانا بخيط بشد عشان الاستيك ياخد الوضع بتاعه، ما خيطوش مقفول بيبقى مطاط اهو كده. كده انا كده خلصت البلوزه بتاعتي خلاص اهو. هنشوف شكلها ايه اهو. كده خلصنا. ادي كده شكل البلوزه بتاعتي في شولدر، وادي الكم الاستيك، يعني ممكن يبقى كده لو شولدر بتاعي وممكن يتلم كده على الكتف. وادي هنا ادي حردتين البطن اللي احنا عملناهم اهو. وهنا لو انت حابه تعملي استيك زي ما عملنا هنا في الصدر، نعمل الاستيك هنا من تحت يلمها تبقى بلوزه باستيك من تحت. لو انت حابه يبقى الجزء اللي من تحت ده هو الوسط بتاع الفستان ويتعمل عادي جدا. يا رب يكون الشرح وصل وبسرعه كده الفكره بتاعت الاوف شولدر الكورنيش ده اتعملت ازاي، ويا رب اكون وصلت لك الفكره ببساطه. ولو في اي سؤال برضو اكتبي لي في كومنت وانا هشرح مره واثنين وثلاثه وعاشر، وما عنديش اي مشكله ان انا اشرح مره ثاني وثالث ورابع. بس ابتدي وجربي، يعني انا لما طلب مني الموديل ده عملته في بواقي قماش عندي، انت كمان جربي في بواقي قماش، ملايه قديمه، قميص قديم بتاعك، اي حاجه انت اتعلمي فيها تعملي ده، وبعد كده طبقي على القماش الفعلي للمقاسات لبنتك او لاي حد انت عايز تعملي له. الخياطه مش صعبه، بس المهم انك تبتدي، وباذن الله احنا مع بعض هننفذ اي موديل حضراتكم هتطلبوه وفورا. شكرا، واتمنى اللي ما اشتركش بالقناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد.
عندنا حاجات كتيرة جديدة، وفعلا اللي هتطلبيه هتلاقيه. شكرا لحضراتكم.